آخر سؤال في هذه الحلقة، أخت دفعت زكاة المال، عندما أضافت راتبها الحالي زاد مبلغ الزكاة والمبلغ لم يمر عليه الحول، هل يجب أن تخرج عليه الزكاة؟ لأن حضرتك قلت إن الأحوط أن الإنسان يجمع كل أمواله ويخرج عليها الزكاة، لأنه صعب عليه أن يتابع ما دخل عليه الحول وما لم يدخل. تعلم يقينا أن هذا المبلغ الأخير لم يدخل عليه الحول. لقد نصحنا أصحاب الرواتب وأصحاب الوظائف وأصحاب المهن الحرة أن يجمعوا ما لديهم من أموال في نهاية العام، فإن بلغت نصابا أخرجوا عنها الزكاة، وهذا هو الأيسر لهم حسابيا، ويكون ما يدفعونه إما زكاة عن مال مضى عليه الحول، أو زكاة عن مال عجل زكاته قبل حوله، ويجوز تعجيل الزكاة قبل ميقاتها، هذا هو الأيسر لها حسابيا والأحوط. لكن إن أبت إلا أن تستوعب حقها وتستقصيه وأن تقف على مقاطع الحقوق فلا تثريب عليها، لا أن تحسب لهذا المال الجديد حولا جديدا وتتحمل اضطرابات الحسابات، فلا يزال المال يتجدد ولا تزال الأعوام تتجدد. لكن أنا استرعى انتباهي نقطة هنا، إن كانت قد أخذ الزكاة بالفعل، يعني مضى العام وخرجت الزكاة ثم دخل راتب جديد، لا، هذا يحسب من حساب السنة القادمة، تستقل كل سنة بأموالها وبزكواتها. فإذا كانت قد حسبت المال في نهاية العام وخرجت الزكاة بالفعل وفي الشهر التالي جاءها مال جديد، طبعا هذا يضاف إلى وعاء الزكاة الجديد للسنة الجديدة. أسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد والرشاد.